حياكم الله مجددا. ضمن الحرب الإعلامية التي يشنها البلدان ضد بعضهم البعض، نشرت روسيا هذه المشاهد وغيرها عبر وسائل إعلامها التي قالت أنها لجنود أوكرانيين استسلموا في مدينة ماريوبول، وظهر جنود أوكرانيون يسيرون على الطريق وأيديهم مرفوعة في الهواء وآخرون يحملون على نقالات. كما تقول وسائل الإعلام الروسية أن أكثر من 1000 جندي أوكراني استسلموا في المدينة الساحلية. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن 1026 جنديا من فوج مشاة البحرية الأوكراني قاموا بتسليم أسلحتهم طوعا واستسلموا في مصنع للمعادن في المدينة، من بينهم 47 امرأة و 126 ضابطا. الطرف الأوكراني لم يعلق على ما سمي بالاستسلام الجماعي، لكن مستشار في الرئاسة الأوكرانية قال في منشور عبر تويتر أن عناصر اللواء 36 من المشاة التي تقول روسيا أنها استسلمت قد تمكنت من الارتباط بقوات أوكرانية أخرى في المدينة، أي أنه ينكر ما تقوله روسيا. لكن روسيا ليست وحدها من تقول معلومات ربما غير مؤكدة ينكرها الطرف الآخر، فأوكرانيا أيضا تشهر أسلحتها الإعلامية، وأبرزها بيانات الرئيس فولاديمير زيلينسكي الذي يقول أن قتل الجيش الروسي قارب 20,000، الرقم الذي تنفيه روسيا وتقول أن عدد قتلاها لا يتجاوز 2,000 جندي. وبالطبع يعني هذه أرقام كبيرة جدا، الكفة الروسية فيها تغلب لأن يدها الأقوى في الميدان الأوكراني. لكن هذا التضارب في الأقوال وإنكار كل طرف لكل ما يقوله نده يثير الارتباك لدى متابعي السوشيال ميديا، فضلا عن إثارة الأسئلة والتكهنات في تعليقاتهم. نقرأ بعضا منها، نبدأ من الصحفي العراقي سفيان السامرائي الذي علق قائلا: فقط ركزوا على تداعيات سيناريو أسرى ماريوبول الذين وجدوهم قبل أسبوعين تحت الأنفاق، لم يتم لحد الآن عرض هوية الباقين ومن أي دول، لهذا الآن زيلينسكي يقدم عرض مبادرة الأسرى ويترجى الروس بالتفاوض بشأن الأسرى. هو حقيقة مسألة مبهمة، البعض يقول حتى جنسيات أخرى مشتركة. صفوت علق قائلا: بعد أن تسيطر روسيا على ماريوبول وتخرج الأسرى على الشاشات وهم يعترفون بجنسياتهم وكتائبهم، ستبدأ فضائح الغرب وكوابيس المستقبل و تنفجر الشاشات بالسخط. هذا سيناريو محتمل رأيناه في كثير من الدول. أيضا عادل ماذا قال؟ قال: ألم تكتفي بعض الحكومات بدروس الماضي؟ المهزوم ستكون فضيحته عالمية، والمنتصر سيعيد كتابة التاريخ، والدولة المهزومة ستنهار في مصداقياتها لمئات السنين، ورغم ذلك الكذب ما زال سلاح شعبي في الحروب الإعلامية. إذن كل هذه السيناريوهات رأيناها في العراق مثلا، في ليبيا، كل هذا الحديث ثم يأتي عكسه تماما. معي من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب. أهلا بك سيادة العقيد معنا على سكاي نيوز عربية. اليوم لا أتحدث في الشأن السياسي ولا الميداني، هذا أناقشه في نشرات الأخبار وفي البرامج السياسية. اليوم في منصات أريد الحديث عن هذه الصور وهذه الحرب المتبادلة والبيانات الإعلامية المتضادة ولكنها الغير متقاربة، في بعض الأحيان لا تصدق. كيف تشاهدها سيادة العقيد أنت؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك ولجميع مشاهدي شاشة سكاي نيوز عربية. يعني بشكل أو بآخر كافة الحروب التقليدية بين الدول المتحاربة ترافقها حروب نفسية، وخاصة في فورة المعلومات التي نعيشها في هذا العصر، أصبحت يعني وسائط النشر أو وسائط استعمال الحرب النفسية
سهلة الاستخدام وبالغة التأثير في ساحات المعركة، حيث أن يعني سواء نتكلم الآن عن الحرب الأوكرانية الروسية، معظم الجنود سواء من كلا الطرفين يمتلكون وسائط اتصال، يمتلكون وسائط الميديا، والميديا حقيقة هي الآن هي الساحة الأكبر لاستخدام الحرب النفسية ضد الطرفين. يعني الخسائر التي نشاهدها معلنة من قبل الطرف الروسي أو الطرف الأوكراني، أعتقد أنه يوجد فيها تضخيم كبير، وهذا التضخيم هو أحد وسائط الحرب النفسية للتأثير على النفسيات الجنود الطرف الآخر وعلى قيادة الطرف الآخر وعلى رأي العام للطرف الآخر أيضا، وخاصة أن كلا الطرفين ينتمون إلى العرقية السلافية سواء الأوكرانيين أو الروس. لكن سيادة العقيد لا تنسى أن الحرب نفسية. الحرب اليوم هي ليست بين أوكرانيا وروسيا، إنما بين الولايات المتحدة والغرب وروسيا 100%. يعني الناتو مشارك بشكل أو بآخر، لو قلنا أنه لو ليس مشارك بشكل مباشر، لكن عمليا الدعم اللامحدود للقوات الأوكرانية سواء بصواريخ جافلين وستينجر التي أحدثت فارقا كبيرا، والتي يعني كان لها تأثير نفسي سلبي جدا على المعنويات الجيش الروسي، والتي الميديا يعني بهرت هذه الخسائر، عرضتها بشكل كبير، عرضتها بشكل مؤثر نفسيا على شاشات التلفزة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ومن هنا نقول أن الحرب النفسية لها دور كبير جدا، وخاصة أن أحد المبادئ الأساسية للاستخدام القتالي في الجيش الروسي هي الاستفادة من النواحي الإيجابية والمعنوية والجسمانية للمقاتل، وبالتالي عندما تؤثر على هذه النواحي النفسية يمكن أن تضعف معنويات المقاتلين، يمكن تؤدي في بعض الأحيان إلى خسارة معركة. طيب سيادة العقيد، يعني نشاهد اليوم كثير من المعلومات منذ 50 يوما بدء العمليات، أنا كنت في اليوم الأول وإلى هذا اليوم لأول مرة أرى توازنا في العرض الإعلامي. يعني هناك عرض غربي مع الجانب الأوكراني متحيز دائما، لكن حول العالم هناك توازن، هناك من يتابع أخبار الجانب الروسي، يعطي حتى حجة في دخول الجانب الروسي لأوكرانيا. هذه أول مرة نراها، ما تفسيرك بالنسبة للجانب الإعلامي الحربي؟ ربما يعني التفسير هو أن يعني حتى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مع احترامي الشديد لكل الدول، يعني في حروبها السابقة يعني أحدثت ما تحدثه الآن القوات الروسية في أوكرانيا، هذا من جانب، وهذا يعني أمر أصبح يعني هناك كثير من الشعوب أصبحت تفكر بشكل مختلف. يعني صحيح أن الآن هي المأساة في أوكرانيا، وهذه المأساة ناتجة عن عدم التوافق الروسي الغربي، روسي الناتو. يعني لو كانت الناتو قد أعطى ضمانات أمنية لروسيا في أوكرانيا لما حدثت هذه الحرب. نعم. يعني الناس بدأت يعني تفكر بشكل جدي، لماذا هذه الحرب؟ إذن الحرب مقصودة، ربما لن تكون قصيرة على المدى القصير، ربما تكون طويلة، وهذه صراع خفي بين الغرب وروسيا تحديدا لكسر يعني طموحات روسيا في أن تكون دولة مؤثرة وتدعو إلى وجود عدة أقطاب على الكرة الأرضية. يعني الأمور تتغير سيادة العقيد الآن، يعني هذه القطبية ما عادت مثل ما كانت، وأيضا البعض يقول نظام عالمي جديد يتشكل. إلى ذلك الحين أنا أريد أن أتابع أخبار الميدان، هذه الصور، إلى أي مدى هناك عناصر أجنبية ممكن أن تتكشف، يعني شخصياتها تظهر أمام الإعلام كأسرى حتى، هل هذا سيغير موازين ما نراه على شاشات الإعلام على وسائل التواصل إذا ما حدث؟ يعني العناصر الأجنبية موجودين سواء في منطقة الدونباس، وأنا أؤكد لك مثلا يوجد هناك حوالي 300 عنصر من الجيش السوري المؤيد للحرب الروسية، على الأقل 300 عنصر أنا متأكد من وجودهم في إقليم الدونباس، سواء كانوا مشاركين في الحرب أو غير مشاركين. أيضا في المقلب الآخر مع الأوكرانيين هناك فيلق كبير، يقال أن أصبح عدده حتى الآن 40,000 من المقاتلين الأجانب الغربيين ومن حلف الناتو مقاتلين سابقين. يعني
وجود هذه العناصر يعني لم يعد يعطي هذه الصورة أو هذه يعني الصورة السلبية لوجود مقاتلين أجانب، أصبح وجودهم شيء طبيعي سواء عرضتهم شاشات التلفزة أو لم تعرضهم، ما دام هناك من كلا الطرفين مقاتلين أجانب. يعني فاغنر موجودة تقاتل في إقليم الدنباس، وهي يعني منظمة خاصة قاتلت في سوريا وقاتلت في ليبيا. نعم. يعني وجود هذه العناصر لم يعد يشكل ذلك الفارق بين طرفي الصراع. لكن سيادة العقيد، اليوم نحن نتحدث عن الموازين ونتحدث عن المعايير المزدوجة. هذا ما يحدث في أوكرانيا، لو كان حدث في العراق أو في سوريا أو كثير ربما في الشأن السوري يعني هناك سيناريوهات كانت مختلفة، لكن في العراق مثلا حيث كان الأمريكيون واحتلوا هذه البلد، لو حدث نصف ما حدث اليوم هل سيكون مقبولا باعتقادك؟ لا، مستحيل. يعني بشكل واضح جدا الغرب يمتلكون الميديا، يمتلكون الإعلام، يمتلكون كل وسائل الضغط، يمتلكون وسائل العقوبات. بالمقلب الآخر روسيا لا تمتلك يعني ربما 10% من هذه الوسائل. هذا العامل المؤثر. ولو كانت روسيا في أيام العراق قد دعمت النظام العراقي بهذه الأسلحة التي تقدمها أوكرانيا، دول الناتو لأوكرانيا الآن، ربما كانت حصلت حرب بين أمريكا وروسيا بسبب هذا الدعم. لكن يعني الآن موقف الروسي ضعيف، كل العوامل الأخرى موجودة بيد الغرب ما عدا العامل العسكري الذي يعني تمتلكه روسيا ولا تستطيع استعماله بشكل كبير جدا، لأنه يوقع المزيد من الخسائر المدنية، وهذا ما تخشى منه روسيا، خاصة أنها محشورة في الزاوية الآن بعد. نعم. يعني كل هذا الضغوط الغربية، سواء الضغوط الإعلامية أو الضغوط الاقتصادية أو على مستوى التهديد بإزالتها مقعدها من مجلس الأمن وغيرها من الضغوط، وأيضا إشهار بعض الدول انتمائها إلى حلف الناتو في المستقبل مثل فنلندا. طيب. والسويد. وبالتالي يعني هذه الضغوط كلها تضع روسيا في زاوية ضيقة ربما تكون هي أحد أسباب إيقاف هذه الحرب في المستقبل. من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب، شكرا جزيلا لك.